أتمنى نمستي للجميع. اسمي إليسا كي، من حلب سوريا، مقيم في الإمارات دبي من 2011. بلش مشواري مع البرانيك هيلينج عن طريق الصديقة اللي أنا سعد، دعتني حضور دورة لمعالجة الطاقة المعلمة الماستر لهندسة سمارة. شكر توقيت الدورة كان جدا مناسب لإلي بتوقيت كتير غريب، يمكن لو قبل بيوم أو بعد بيوم كنا كبدا أحضر المحاضرة. في اليوم الأول كان بالنسبة لإلي معلومات جديدة بهذاك الوقت غريبة، شاكراز هاي إنرجي. في اليوم الثاني صار معي تجارب غريبة، واليوم الثالث طبعا كان في معنا كمان جروب من الأشخاص اللي عملوا دورات مختلفة. في شيء شدني للمدرسة للمعلم وللمعلم، صرت شو أكون أسوي، صرت أسأل أنا شو في دورات من بعدها، شو في دورات تقدمية. بعدها عملت الأدفانست الألوان والمعالجة النفسية مع ماستر يولاندا سمارة بحلب. بعد فترة ما كتير طويلة قصيرة عملت الأرهاتيك يوغا مع ماستر نورا كاسترو والماستر يولاندا سمارة بحمص بالأرض. كان في جروب كبير من كل أنحاء سوريا. مارست المعالجة بعد الأرهاتي للأشخاص اللي حوالي اللي ممكن كانوا يتقبلوا العلاج بالإنرجي. في شفاءات كتير صارت. بعدها انتقلت على الإمارات. بالإمارات أجد فترة وقفت عن المعالجة، وقفت عن ممارسة التأملات. الأمور تغيرت معي بطريقة دراماتيكية للأسوأ، لوقت ما الماستر يولاندا رجعت عملت جروب أو بلشنا نمارس التأملات من أول وجديد، ورجعنا للطريق الروحي. بتشكر كثير المعلمة ماستر يولاندا سمارة على كل المجهود الرائع اللي اخترتهم فيه مع الجروب. شكر كثير كبير للماستر تشيلا كوتسي ومع الكور الجميلين لجميع العلم الروحية. بتمنى للمجموعة الارتقاء الروحي والتطور السنة الجاية والازدهار الأسرة، وإن شاء الله نلتقي بسوريا عن قريب ونتشارك بكل التجارب الروحية. كل الشكر بما فائق. شكرا شكرا شكرا, شكرا.